فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، الكلام على أركان الصلاة وهيئات الصلاة، وترون الباب في ذلك واسع. وأعظم الكتب في سنن أبي داود كتاب الصلاة، طويل جدا جدا جدا، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، اللهم أمين رب العالمين. يقول المصنف: باب صلاة من لا يقيم صلبه، يعني كيف حكمها. روى المصنف بسندي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هذه بيان على الاعتدال وركنية الرفع، ركنية الرفع وركنية الاعتدال في الرفع. هذه بيان على ركنية الرفع وركنية الاعتدال في الرفع. الرفع نعم. ففي قولي لا تجزئ دلالة أنها لا تصح، وأن من لم يرفع من الركوع لا تصح صلاته. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. لم تصح صلاته وإن لم يعتدل. قال: حتى يقيم ظهره، حتى يقيم ظهره في الركوع وفي السجود. اعتذر، هذه الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود، اعتذر. يعني إذا أتى بركنية أخرى وهي ركنية الطمأنينة. الطمأنينة ركن في صحة الصلاة. فإذا ركع وقد قال المسيء لصلاته، قال: فإذا ركعت اركع فاطمئن راكعا، وسجود فاطمئن ساجدا. نعم. فهنا الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود. قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. والمريد من ذلك بقى يقيم صلبه، بقى إذن يطمئن. فالمريد منها الطمأنينة. وهذه مسألة خلافية بين العلماء أيضا، يعني هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، مسألة الطمأنينة مسألة خلافية. والصحيح أنها الأصل فيها هي أنها، عليكم السلام وبركاته، أسأل الله عليكم، أنها يعني ما كان لها كلها الخلاف، لكن سبحان الله أنظار العلماء تختلف. قال أحمد والشافعي: في الركوع والسجود لا بد من الطمأنينة، وهي ركن في صحة الصلاة. يعني من ركع دون اطمئنان بطلت صلاته عند الشافعي وأحمد. وقال بذلك يعني أبو حنيفة، وقال: ليست بواجبة الطمأنينة أمر والاعتدال أمر آخر، إنه يركع ويكون هيئة الركوع هذا المطلوب، غير ذلك غير مطلوب، غير ذلك غير مطلوب. والحديث حج عليه صراحة بوجوب الطمأنينة. والأحناف يعني في الصلاة بالذات لا يرون قط شيء إلا بكتاب الله: اركعوا مع الركعين. قال: الركوع أصل الركوع، أقل ما يقال ركوع، إذن يكون هذا هو الأصل. هذه مسألة عجيبة جدا عند الحنفية، يعني بذلك يبطلون الصلاة، بذلك يهدمون الصلاة. يعني الرفع عندهم ليس ركن، الطمأنينة السرية، ولذلك أنت تراه قائما قاعدا فقط، هذا الذي يصلي عندهم. فهم يقولون الطمأنينة شيء آخر غير الاعتدال. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فيقولون بأن الطمأنينة ليست شرطا، الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة. والحديث حج عليه، والأحكام فرع على التصحيح، والحديث صحيح، والأحكام تستقى من الأدلة، فالأدلة قائمة. أما استدلاله بقول الله تعالى: فاركعوا مع الركعين على أساس أقل ما يسمى ركوع يجزئ، قلنا فعل النبي خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، يعني يجب فعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحديث حجة للشافعية والحنابلة على أن الطمأنينة ركن في
الصلاة كما أن الركوع ركن فيه الصلاة. يبقى الركن الأول الركوع والركن الثاني الطمأنينة فيه، الطمأنينة فيه. في رواية القعنبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، وهنا تصريح بأنه سلم والنبي رد عليه، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء النبي فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، حتى فعل ذلك 3 مرار يعني مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه، وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت. وهذه مسألة يعني مهمة في هذا الباب، فالحديث هذا يعني نقف معه طويلا لأنه له ويحوي مسائل كثيرة مهمة جدا خلافية بين العلماء. وأول هذا الباب أنه إذا دخل إلى المسجد تأدب مع ربه فصلى، لكن بعض العلماء يقولون إذا دخل فكان في مقابله وواجهته جماعة، أي يسلم أولا أم يصلي ثم يرجع؟ وفيكم بارك، أحسن الله عليكم، ويرجع يسلم، يعني يصلي تحية المسجد أولا تقديما لحق الله، أم يسلم على من هو يراه أمامه؟ الحق أن نقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كانوا في واجهته ويعلم أنه يحزنهم أنه ينظر إليهم فيذهب يصلي ولا يسلم عليهم، فليسلم عليهم، لأن أيضا في السلام عليهم حق لله جل في علاه. إذا دخل وعلم أنهم من الفقهاء قدم الصلاة قبل السلام، قدم الصلاة قبل السلام. أما إذا كان يعني يعلم أن المسألة لا تصل إليهم فقها فيسلم عليهم ثم يصلي. والمسألة الثانية أنه لما سلم رد عليه السلام، لأن رد السلام واجب. في بعض الروايات أن السلام لم يرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا مش صحيح. لو قلنا بأنه حقا في الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، يبقى النبي قدم الأهم على المهم، وتقديم الأهم على المهم واجب، وإن كان الرد عليه واجبا لكن تقديم الأهم على المهم واجب، وهو تعليم الصلاة، وإلا ستبطل الصلاة، ستبطل صلاته. ولذلك لم يقم صلبه في الصلاة ولم يأتي بأركان الصلاة على وجهها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت انتباهه إلى ذلك. لكن الروايات جاءت بأنه رد عليه السلام أولا ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه المسألة الثالثة أنه كان جاهلا ما يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي نفسي والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت، لا أحسن إلا ما رأيت، فعلمني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة. فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم يرفع عنه الإثم لكن لا يرفع الحكم، واجب على أن يأتي بها. نقول والمسألة أيضا على تفصيل، نفرق بين الواجبات المأمورات وبين المنهيات المحرمات. أما الواجبات فلا تسقط، واجب أن يأتي بها كركنية الركوع وغير ذلك، وأما المحرمات المحرمات ولو وقع فيها فإنها لا تؤثر سلبا في الصلاة، الجهل يرفع عنه. مثال ذلك الرجل الذي عطس فحمد الله فتكلم في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، لكنه ما أمره بقضاء الصلاة، لم يأمره بقضاء الصلاة، دلالة واضحة جدا على ما قلنا في هذا الباب، التفريق بين المأمورات وبين المنهيات. بعض العلماء قال المسألة على التعليم ولم يأمر الإنسان بالإعادة، قلنا قد أمر بالإعادة، قال له ارجع فصلي، لكن لم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، لأنه كان قال الرجل تصريحا
يعني أنني لا أحسن إلا ما رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يصلي. قلنا نعم، لأنه لو أمره بقضاء ما مضى لشق عليه مشقة عظيمة، لشق عليه مشقة عظيمة. لذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه على ما يأتي، وفي الوقت واللحظة التي يستطيع أن يعود فيها أعاده إليها وقال له ارجع فصلي، فإنك لم تصلي 3 مرات. وهذه فيها أيضا تدريب المرء على أن يحسن. في النبي صلى الله عليه وسلم أعاده مرات 3 ليعيد لعله يحسن، لعله تسرع. وأيضا هذه من باب التعلم والتمرس للتعلم، وهذه فيها أيضا يعني تدريب طالب العلم إلى أن يدرك خطأه بنفسه وأن يتعلم بذلك، لأنه لو أدرك خطأه بنفسه لا يعيده مرة ثانية، فتكون أيضا من باب حسن التعليم في هذا الباب. وأيضا فيها أنه إذا لم يتقن لابد أن يستجمع نفسه وقواه من أجل أن يتعلم ويتفرغ لأن يتعلم، حتى قال للنبي هذا الكلام رضي الله عنكم جميعا، فقال له شوف من أجل التعلم قال له والذي بعثك بالحق لا أعلم إلا ما رأيت. انتهى. إذن أنا جاهل جدا أعترف بجهلي لأتعلم، لأننا قلنا دائما من الفطنة الإناء المملوء لا يمتلئ، إذا دخل ممتلئا لن يجد شيئا. فهذه طريقة عظيمة من أجل التعليم، وفيها بيان لما يكون المرء عليه من حرص شديد حتى يتعلم. فلذلك استجمع قواه وقلبه وجاء للنبي على أساس أن يتعلم من النبي كل شيء. فقال يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت فعلمني. فلذلك قلنا تدريب الطالب أن يكون طالبا لا أن يكون عالما. الإناء المملوء لا يمتلئ فيأتي بإناء فارغ تام حتى يتعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي رواية البخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. هذه مسألة عظيمة. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكبر، والرجل لما صلى كبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه على ذلك؟ السؤال لكم أنتم، لما؟ كيف الإجابة؟ أين إجابتكم؟ لفقد الطمأنينة كلام جيد جدا. طبعا ليس من إعادتها، هو طبعا أراد أن يبين له أن صلاتك وما ينبني عليها يرتكز على هذا الأساس، يرتكز على هذا الأساس، ولأن التحريم بالصلاة لا يدخل فيها المرء إلا بالتكبير، لذلك أكد عليه في التكبير. قال إذا قمت الصلاة فكبر. قال له أيضا لأنه علم أنه هكذا، قال قد يجهل، اسمه جواب الحكيم، اسمه جواب الحكيم. لذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ، لأنه لما وجده لا يقيم صلبه طمأنينة في الصلاة قد لا يسبغ الوضوء، يعني لا يستوعب العضو بالماء، فهنا من جواب الحكيم، فأراد أن يبين له أن وضوءك لا يكون تاما عند ربك إلا بالإسباغ. والإسباغ على الراجح في تعريفه هو استيعاب العضو بالماء، استيعاب كلية العضو بالماء، استيعاب العضو بالماء. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ففيها إسباغ الوضوء، والوضوء أيضا في رواية النسائي قال توضأ كما أمرك الله، احتج به العلماء على أن أركان الوضوء نعم 4: الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فقط، لأنه قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. نعم. وطبعا قد مر علينا في الطهارة الخلاف بين ذلك، أنا أبين ما في هذا الحديث من أمور ومسائل مهمة جدا، لذلك قلت سيطول شرح بعض الشيء لأنه فيه مسائل تفصيلية ومسائل خلافية بين العلماء. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، احتج على ظاهر اللفظ أو احتج بظاهر اللفظ الحنفية على أنه يجوز أو تجوز الصلاة بغير الفاتحة بأي قراءة، يقرأ بقول والله أحد، يقرأ بالناس، يقرأ بأي آيات تجزئه، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال هنا فاقرأ ما تيسر معك من القرآن.
ووجه الدلالة عند الحنفية أنه لم يشترط عليه الفتح ولم يأمره بالفتح، وهذا خطأ ولغط من الحنفية، والأحكام تعرف بجمع الروايات. هناك رواية في المسند تصريحا قال له إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فيكون هنا ثم اقرأ بما تيسر معك، إما أن تؤول على أنها فاتحة الكتاب، وإما أن تؤول على الصورة التي بعد الفتحة، إما أن تؤول على الصورة التي بعد الفاتحة. والصحيح أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. وما معنى ركن؟ معناه أنه من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، لقول الله دل القول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني مفسدة أو مفسدة يعني باطلة، لأن الخداج هنا خداج إيش؟ خداج الأصل، نقصان في الأصل. وفي رواية من لم يقرأ بفتحة الكتاب فلا صلاة له، فلا صلاة له. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن ركعا، وهذا أيضا فيه ركنية الركوع وهو متفق عليه، يعني الإجماع على أن الركوع ركن من أركان الصلاة للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لكن الاطمئنان في الركوع اختلف فيه العلماء. فأما الحنفية فقالوا الطمأنينة في الركوع ليست ركنا في الركوع، هيئة الركوع فقط هي الركن، ولأن هذا موافق لظاهر الكتاب. قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين غير ذلك، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين الطمأنينة في الركوع قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي رواية أحمد قال له فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك وتمكن لركوعك، شو تمكن لركوعك الاطمئنان. وهذا كله ظاهر في الرد على الحنفية في مسألة ركنية الطمأنينة في الركوع. نقف عند الركوع، وإن شاء الله المسائل الأخرى في الكتاب تكون في الدرس القادم. لو في أسئلة معكم دقيقة سريعا، نحن عندنا أيضا بداية المجتهد مع شعب الإمام، فرجاءا لو في أسئلة سريعا ضعوا الأسئلة سريعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.